انت كلاعب ولا كمسير ولا كمدرب او كطاقم تقني، على الاقل احترام المرجعيه ديال النادي باش تخرج. كيما قال السي جويع، انا باقي ما تبعتش، انا خديت غير مقتطفات من هذا. انا تفاجات بعدا فاش البارح ارسلوا لي واحد الصديق، تفاجات الوقت وليت نقول واش هادشي مباشر، واش هادشي ديال اليوم، واش هادشي قديم، وبديت نحط التساؤلات لان الوقت. وتمدح الاهلي، راه قال واحد الكلمه سي جويع، يجبوا ان تسطر باللون الاحمر. هل يسوق نفسه مستقبلا للبطوله المصريه؟ الله يعاونه، الله يسخر. ولكن دابا انت احترم بعد النادي ديالك، لعب اخر دقيقه في هذه البطوله هذه، تربح الجيش ما تربحش الجيش، تعادل الجيش، انت اربح وخلي الكمال لله. وعندك كاس العرش وعندك استعداد لاش البطوله العربيه، وخاصك توجد ليفيكتيف المكتب، انت اللي غتوجد تشد هذا وتعطي الاداره التقنيه لنادي الوداد. ما تنساوش تشاركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.